عاصمة ومرحبا بك العادة أختكم فطوم خبيرة أبراج وترولي وباش نعملوا توقعات 2025. التوقع بعلم الرقم والحرف، توقع بعلم الرقم والحرف اللي هو علم الجفر لبعض من الناس. البرج شكون؟ برج الجوزاء 2025. أهم الأحداث في حياتك العاطفية العائلية المهنية والصحية وبعض هي لهنا باش نعطيكم شويه رقم الحظ اليوم، الحظ واللون اللي يناسبكم هذه السنه. يلا يا برج الجوزاء باش نبداو بحياتك العائليه والعاطفيه للعشريات الثلاثه. التوقع 2025 باش يدخل باش يكون البعض منكم تقول فما فرحة، فما استقرار، فما استرجاع علاقة عاطفية هذه السنة، فما تركيز على حياتنا العائلية والعاطفية، وفما لم شمل هذه السنة لبعض مواليد الجوزاء رجال نساء، ولكن البعض الآخر تقول له أنت على موعد باكتشاف نوايا الآخرين، نوايا الآخرين العائلية والعاطفية والحبيب والحبيبة. معناها يا برج الجوزاء حياتك العاطفية منقسمة، أول السنة فما تطور نجاح حب لم شمل خطوبة زواج بيبي كل ما يهم التطور والنجاح والتقدم. النصف الثاني من هذه السنة تقول لا رد بالك شوية، كون حذر، أعرف مع شكون تخرج مع شكون تدخل، شكون اللي دخل حياتك في حياتك العاطفية والعائلية، على خاطر فما شوية صعوبات أو شوية عدم فهم أو سوء تفاهم، ولكن سرعان ما ينتهي بحلول آخر السنة في حياتك العائلية والعاطفية. ماشي، خلينا نمشيو لحياتك المهنية. هذه السنة تقول من أول العام برج الجوزاء عنده شوية اسم العدي، البعض منكم كالعادة ديما نقول البعض منكم عنده شوية توتر عملي، توتر مالي، توتر في أوراق قانونية، ولكن لهنا تقول فما منكم باش يتجاوز الأمر، معناها نتجاوزوا معناها انتصرنا باش ننتصرون، معناها إذا احنا ماناش نخدموا باش نخدموا، إذا احنا نخدموا ونحبوا نتحصلوا على حقوقنا باش تمشيوا نصف السنة باش تلقاو الرد الصحيح. فما بعض منكم صحيح فما عمل، فما سفر، فما وفرة مالية، فما مشاريع ناجحة، ولكن البعض الآخر تقول عنده شوية نقول أنا تراجع في أموال، تراجع في مشاريع، تراجع في علاقات. بعض مواليد الحمل الجوزاء 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 برج الجوزاء هذه السنة في الأمور العملية كون حذر شوية، على خاطر التوتر هذا باش يخليك تتسبب لنفسك أو فما حد يعمل لك استفزاز ويخليك يصير فما نقلة أنت ما كنتش دارس لها، ما كنتش محضر لها. معناها أنا عندي شوية 50-30% فما شكون عنده انتقال هذه السنة في الأمور العملية، ولكن فما شكون دارس الأمر في باله يحب يغير، ولكن فما جماعة ما يحبوش يغيروا باش يكون التغيير هو تقول لك من الأول باش يظهر ضد مصلحتك، ولكن من بعد باش يظهر مع مصلحتك. عمليا إن شاء الله يا رب يكون فما كان الخير والأموال والازدهار. باش نمشيو حياتك الصحية وتقول لك عليك بي تنقول أنا حاجة مهمة بلغتي أنا لازمني ديما نضحك، لازمني ديما نكون في فورما، لازمني ديما نكون عندي طاقة إيجابية، لازمني ديما نقول غدوة خير، شهر الجاي خير، نكون شجاع، نكون حتى لو كان ما فماش، خاطر فما محيط عند الجوزاء باش يسبب له شوية كآبة، شوية هكا ديما تحسوا ماهوش ضحوك، ديما حزين هذه السنة، وما تخافش خاطر هي تقول لك أنت الفرح في داخلك، النجاح في داخلك، اظهروا للانتراج. ماشي، فما فرحة فما سعادة موجودة باش تظهر لبعض عليكم بطبيعة. ماشي، باش نمشيو لليوم، أحسن يوم وأحسن رقم وأحسن لبسة. باش نمشيو بالرقم، هو رقم 5 هذه السنة لبرج الجوزاء. رقم 5 هو نهار 5، 5 تاع الصباح، 5 تاع العشية، رقم 5 في الفلوس، رقم 5 في الشهر، معناها شهر 5 فيه كل ما يهم الحظ، مال أو عمل أو حب. رقم 5 هو إيجابي هذه السنة،
اليوم، اليوم الأربعاء هو أحسن أيام مولود الجوزاء. يوم الأربعاء شو معناه؟ معناه أي سوء تفاهم ينتهي، أي حاجة أنا نستنى فيها وصار فيها بعد، ما ردوش عليا، ما كلمونيش، ما رجعوليش، ما صار الصلح، يرجع بيوم الأربعاء، يوم حظ مطلق لك كامل هذه السنة. اللون هو اللون الأخضر، اللون المناسب لك هذه السنة هو اللون الأخضر. نجم تدخلوه في لبسة، في ديكور بتاع منزل، في ديكور بتاع عمل. هذا اللون يجلب الطاقة الإيجابية والفرح والسعادة والحظوظ في الحب والمال، ماشي، ويبعد علينا الطاقات السلبية وطاقة العين والحسد وكل ما هو هذا. دونك هذه السنة إن شاء الله يا رب يا رب يا رب تعد عليك مبروك يا برج الجوزاء. باي باي.